الأحرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري إذا لا علم غيره ما أحدث بعد أحدث غيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام شهرا شهرا الذي تعمل به في الدنيا يجازيك الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة جزاء وفاقا. صراط جسم منصوب نسأل الله السلامة العافية على متن جهنم وإن منكم إلا واردة. يمر الناس على هذا الصراط بحسب العمل في الدنيا يكون المرور على الصراط. كان يسعى في هذه الدنيا إلى طاعة الله يجري، منهم من يسير على الصراط كالبرق وكالريح وكالبرص الجوار، ومنهم من يسعى وعلى الصراط كالريح تخرج الناس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الحال أو المعتمد إذا كان بين العلمين الصفا والمروة يسرع يهاول، يقول يشتد في هذا السعي ويتذكر بهذا سعيه إلى الله. فسعيك إلى الله في الدنيا يحدد سعيك على الصراط. قيل لأحد السلف رؤيا للمنام بعد أن ما صنع بك الله، قال وضعت الرجل الأولى على الصراط والثانية في الجنة. إذا يا إخوان الحوض والصراط فيه عبرة وتعاظ، لابد نسعى إلى الله في هذه الدنيا. إذا ما سعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لماذا تسعى في الشر والإفساد والغيبة والنميمة والحقد لتفريق الأمة؟ رؤوس الفرق الضالة نسأل الله العافية والسلامة. مثال مثلا رأس المعتزلة ورأس ابن عطاء، رأس المعتزلة رأس ابن عطاء عندما اعتزل مجلس الحسن البصري كان معتزلا نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة. هل كان واصل بن عطاء يتخيل أنه يوم من الأيام يكون رأس في المضالة؟ لا. يا أخي احذر، قد تكون رأس بفي القضايا وانت لا تدري. لماذا؟ بمخالفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ذكر عما يكون من دخول الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله. من هذا الذي ذكر أن كل من مر على الصراط دخل الجنة، لكن أبواب الجنة مغلقة. لماذا؟ تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
أول من يستفتح بدخول الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يدخل الله عليه الصلاة والسلام. فعندما يمر الناس على الصراط يلقون شيخ الإسلام يقفون على قرقة جسر صغير بين الصراط وبين الجنة. أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتاج هؤلاء إلى المنقذ ويهذب ويكون أهل للجنة. ينزع منهم الغل والحقد، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر شيخ الإسلام أمر مهم جدا، وما يتعلق بطريقة السنة والجماعة العملية، لا بد أن تظهر العقيدة على سلوك المرء. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة. أن تعفو عمن ظلم، تعفو عمن عفى عنك، لا تعفو عمن ظلم. وتصل من وصل، لا تصل من قطع. الإحسان للخلق، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للجار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا مؤمن. قال: سل جيران. المسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سلم الناس من لسانه ويده. من هو المسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويده. إذا تولى سعى بحوض نفسه في الرحلة ورد الحظ والنسل. ينهون أهل السنة والجماعة عن الفقر والخيلاء والاستطالة والترفع والتكبر على الخلق. يأمرون بمعالي الأخلاق وهم في هذا في هذه الأمور متبعون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويدينون. يقول يعتقد الرجل من أهل السنة والجماعة النصيحة أن النصيحة دين تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وغير هذا مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ان المؤلف على ما ذكرنا لكم ختم بخادم العزيز تبرأ من حول من قوته، ودعا الله ان نسأل الله ان يجعلنا منه ايضا من اهل السنه والجماعه. تتقي الى الله وتعلم أن كل ما بك من نعمة فهي من الله. تظن على ما ذكر ابن القيم رحمه الله، لابد أن تظن بنفسك السوء. نعم، الكلام ابن القيم يقول: تظن بنفسك السوء، تقول أنا مقصر مذنب
كذا كذا كذا. قال وظن بنفسك السوء تجدنا كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. يقول لا يوجد، لا تعتقد ان بنفسك خير ابدا. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل. وقل ماذا تقول؟ وقل يا نفس ما هو كل سوء؟ أترك الخير من ميت بخيل؟ نفسك بخيلة ميتة ليس فيها خير، كل ما بها وكل ما بك من تقوى وصلاة واستقامة وهداية وحرص على الصلاة والطاعة والصيام وغيره، قال فتلك مواهب الرب الجليل. تظن دائما بنفسك السوء وتظن بالله خيرا، هذا هو الذي عليه أئمة السنة والجماعة سواء جعلنا من الجواب. لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة في مذكرة العقيدة الواسطية، وشرح مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فتراجع موجودة باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. هذا يعني ما كتب الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد خير الجزاء كل من كان يعني سبب في إقامة هذه الدورة، وأن يعين على ضبط هذه المسائل وعلى العمل وعلى الدعوة. بعد هذا نريد أخواني أن تكون هذا الذي ذكرنا من متون العقيدة دائما معنا، تراجع تحرص على العمل، تعلم الناس الذي أنزلوك من مئة بالمئة، لا تفقد تشك واحد من مئة توقف ولا تتكلم بكلمة، تحرص على دعوة الناس إلى توحيد الله، تدعو لما دعا إليه الناس اليوم بحاجة توحيد أخوانه. فنريد من هذه الليلة تنتهي الدورة، لا، هذه الليلة تبدأ الدورة وتعرف أن الله سبحانه وتعالى اختارك بين الملايين، اختارك أن تكون مسلم، واختارك لأن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم أهل السنة والجماعة، تحسن من فضل الله. يقول أن الله اختارك وهذا من نعم الله. وكذلك اختار ان يكون طالب علم، من يريد الله به خيرا فطيب الدين. اقول انا احسن الظن بالله، اطلب وحارب واجاهد حتى يفتح الله علي. وعلى هذا والله تسعد في هذه الدنيا، ولكن التقي والسعيد يبقى معنا ولو أطلنا عليه ما ذكر
الأخ في لجنة هذا المسجد من إكمال بناء هذا المسجد أي ملحقات هذا المسجد. أنت تعرف أن في هذه البلاد بحاجة إلى المدارس أكثر ما يقول، ويأمر المسلم أن تكون له بنت تدرس في الاختلاط منذ الصغر إلى أن تكبر ولا يستطيع أن يسيطر عليها. الاختلاط يتعلم معتقد أن الكفر والضلال، أكل خنزير، شرب الخمور، فواحش، منى وكذا وكذا. استقنع الجميع رحمه الله تعالى. جاء إليه الملك فهد رحمه الله، جاء إلى بيت الملك يزور الشيخ العثيمين رضي الله تعالى في بيته. فنظر الملك في بيت الشيخ العثيمين، بيت الشيخ العثيمين رحمه الله بيت متواضع من طين تراب لا يمكن. تأثر الملك، هذا عالم إمام يسكن في هذا البيت. فقال الملك رحمه الله للشيخ، قال يا شيخ نريد أن نبني لك بيت. ماذا قال الشيخ؟ طيب لا قصد وسيارة؟ لا 10 سيارات وخدم وحشر. قال أريد أن أبني لك بيتا. ماذا أجعل؟ قال رحمه الله أعمر بيت الله، يعني أبني ابن مسجد بيت الله، أنت تبني المسجد وأنا أبني بيتي. مساجد بيوت الله فلا يعني يدخل الواحد، كل انسان قد استطاع. ثم لعل هذا يكون عمل صالح يبقى بعد موته. ابن سعد رحمه الله يقول بالوقت على الاوقات تعرف من هذا الأرض، ولذلك أنت ملك المسلمين. يقول في الوقت أنه من أنفع الطرق، من أنفع الطرق. يقول جابر رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم أنه لم يعني ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لديه استطاع على الوقت إلا وقت. هذا الأمر طالب علم ليس لديه شيء سهل جدا، يستطيع أن يتصدق بنصف أمواله، معك 10 يوم تصدق بخمسة نصف ما لديه. ثم هو هذا هو الذي يبقى في الحقيقه والله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله اراد ان يجعل بين كل شيء يجد مدرسه، لانه بهذا تصبح الامه مدرسه ومدرسه ومدرسه انتهى كل شيء. ف يعني انا حفظكم نفسي و
على المشاركة في إكمال هذا الوقت المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت منارة في التوحيد. آمين. ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. وأنا والله يا أخوان يعني أعتذر إذا يعني عنفت البعض أو يعني أوقفنا بعض الكلام، والله هذا يعني ما كان صلاة لا يرحم الناس القول عنه، يعني ما كان هذا إلا من باب الحج. وأنا والله كما تعلم كما قال معاوية رضي الله عنه خطب في الناس وقال: يا أيها الناس إني لست بخير، ولكنني والله خير لكم. فأنا والله لست بخير، لكن إن شاء الله أنا خير لكم إن شاء الله. فنريد من اليوم أن نفتح دورة نسمع نشر العلم ونشر السنة ونشر التوحيد. دفاع عن الأشخاص لا تدافع عن الأشخاص، دافع عن التوحيد. مفهوم؟ الله أعلم أن النبي بالإشارة يفهم. لا أحد دافع عن الأشخاص، دافع عن الأئمة، لأن الطعن في الأئمة طعن في السنة. أما الدافع عني لا، أنا ما أسمع. دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علم الناس التوحيد، انشروا المطويات والكتب والأفسار التي فيها دعوة السلف الصالح وضع عليهم إلى التوحيد. فالله الله لهذا الدين. سائل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: ماذا صنعت فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلمت؟ هل علمت؟ هل دعوت؟ هل صبرت؟ لا بد من ذلك. فأعمال يسير تستطيع تدعو إلى الله أن تتعلم وتراجع، وسائل الدعوة اليوم يسر بذلك. تتعاون أخواننا بارك الله فيكم، تتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم، صلى الله على